السلام عليكم الاخوات، كي دايرات؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله على شركه فارماسي. اليوم انا ضيفه في الفقيه بن صالح عند اكبر المدراء هنا في المغرب بالنسبه لشركه فارماسي. جيت عندها عطاتني فورماسيون، صراحه انا ديجا مشاركه في سميتو وخدامه، مي مني جيت عندها ورات لي بزاف ديال لي برودوي، ورات لي كيفاش الكاليتي يعني ذات جوده عاليه بالنسبه لهذا الشيء، شفتو عن قرب. يعني صعيب باش انك تقدا هاد لي برودوي كاملين باش تشوف سميتو باش تقنع الزبناء ديالك. مني ما جيت عندها شرحت لي بزاف وصراحه عاونتني وشفت الكاليتي. يعني انا ما كنقدرش نبيع شي حاجه بلا ما نكون يعني شايفاها وميقنه منها، صراحه كاليتي غزاله غزاله غزاله. والاخوات اللي كيتقداو من عندي كيعرفوني كيفاش كنتعامل، يعني ما بغيتش ندير شي حاجه انا ما ميقناش منها، صراحه شي حاجه فن فن الاخوات، لا الروايح ولا كل شيء. انا غادي تهضر معكم وئام المازيني من مدينه الفقيه بن صالح. سلام الاخوات، لاباس عليكم؟ كنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا الف مرحبا بك غنيمه في قيد الصالح. الله يكبر فيك اختي، الله يحفظك. البنات، شركه فارماسي هي شركه زوينه، غير نعطيكم وعد مقدمة عليها. شركة فارماسي اللي كانت شحال من عام هذا راه ما بقاتش، شركة فارماسي اللي رجعت للمغرب من مدة جديد، يلا عندها دابا شهرين في في العمر ديالها. دخلت نهار واحد في شهر 12 بدينا كندفعوا في لي كوموند ديالنا. انا كنهضر لكم البنات على فارماسي تركيا الحقيقيه، ما كنهضر لكمش على شي شركه اخرى، كنهضر لكم على فارماسي المعروفه بالطابع ديالنا اللي هو ما كتلقايش عند حتى شي علامه اخرى، اللي هو ديال الدكتور تونا. هذه هي العلامه اللي كنهضر لكم عليها البنات ديال الدكتور تونا. بالنسبه لشركه فارماسي رجعت لينا من جديد، كانت اكثر من 10 سنوات في المغرب ودابا البنات رجعت لينا من جديد الحمد لله. رجعت لنا بالكاليتي ديالها وبالبرودوي ديالها. كما كتعرفوا شركتنا ما شاء الله ما كايناش غير في المغرب، شركتنا كاينه في 168 دوله عبر العالم، كتستهلك لي برودوي ديال فارماسي وكيعجبها الكاليتي ديال فارماسي. شركه فارماسي سهلت لنا بزاف ديال الامور. بالنسبه لك انت غادي تسجلي معنا فارماسي، كاين عندنا ثلاثه الناس، كاين الناس اللي كيعجبهم يتقداو غير نفسهم، وكاين الناس اللي كيعجبهم يبيعوا ويشريوا، وكاين الناس اللي كيعجبهم يخدموا على الباغيناج. بالنسبه لي انا شركه فارماسي خدمت عليهم بثلاثه الحمد لله، كنتقدا المنتوجات الراسي دراكم من المنتوجات ديالي، كنتقداهم الراسي وكنبيع وكنشري وكنخدم البنات على الباغيناج. بالنسبه للفارماسي تقدري تحققي بها احلامك، تقدري تسافري بها، تقدري ديري بها بزاف ديال الحوايج. بالنسبه ليا انا بديت حتى ديت المرتبه الخامسه في المغرب، ومن شهرين الحمد لله قدرت تجيني واحد الخلصه كبيره اللي هي اكثر من 12000 درهم الحمد لله. صادر كبير اللي ما يعني كياخذوا غير الناس اللي شحال من حداق راس وضرب التماره باش تقدر توصل لهذا الراتب. حنا وصلنا ليه في شهر واحد قدرنا نوصلوا به، وتبارك الله غادي نشرح لكم على لي برودوي ديال الفارماسي وعلى الكاليتي ديالهم وعلى الجوده ديالهم. البنات غادي نبداو باحسن احسن ما يكون عندنا اللي هي المنتوجات ديال الدكتور تونا. لحقاش حنا لي برودوي ديالنا كتقسم في الميكاب في الدكتور تونا وفي لي بارفان اللي احسن العطور الراقيه عندنا. بالنسبه لينا كما قلتها الجوده ديالنا والعلامه ديالنا، كنقول الناس كلهم راه الجوده والعلامه ديالنا راه كتميز بالدكتور تونا اللي هي هذه العلامه ديال البرودوي، راه ماشي بقات في فارماسي، راه بقات في الطابع اللي كيكون على البرودوي اللي هو الدكتور تونا غير مقلده. اول حاجه البنات غادي نبداو بواحد لاكام اللي هي زوينه بزاف، اللي بقى عندي منها غير الديمينور ديالها، اللي هي لاكام ديال الشامبوان ديال التومه ما شاء الله عليها. ها هي البنات الشامبوان ديال الدكتور تونا، المجموعه ديال تساقط الشعر اللي كتليق لجميع انواع تساقط الشعر، كتليق النساء وكتليق البنات الرجال. واحد لاكام زوينه اللي فيها زيوت اللي فيها حتى الكيراتين، مجموعه ديال الدكتور تونا، وراه الشهر منزلين فيها برومو زوين. البرومو زوين اللي كتاخدي الشامبوان والديمينور ديالو غير ب 79 درهم. الشامبوان والديمينور هاد الشهر فيه برومو الكليان ديالنا من غير الارباح ديالنا، هذا البرومو ديال الكليان. عاد البنات راه فيه 48 نقطه. لحقاش حنا الشركه ديالنا كتنزل لي برودوي في البرومو بالنقطه، كتاخذي الشامبوان والديمينور ديالو غير 79 درهم. بالنسبه لاكام راه متكامله اللي فيها السيروم وفيها الشامبوان وفيها الديمينور وفيها الشامبوان تي بي صغيره.
بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو، كنصح اي سيده كتبيع وتشري ولا باغا تقدر راسها تاخذ المنتوج وتعرف طريقه الاستعمال ديالو، ماشي تاخذ الشامبوان وتخلي الديميور ولا تاخذ الديميور وتخلي الشامبوان. لحقاش شي كيكمل شي السيروم كينبت ليا الشعر، الشامبوان كيمنع ليا التساقط، والديميور كيرطب ليا الشعر. لحقاش اي حاجه كتستعمل تساقط الشعر كتنشف دوك الزيوت اللي كيكونوا عندنا في الشعر ديالنا. بالشامبوان كيعطي الفعول، نستعمل السيروم ساعتين قبل الدوش على الفروه ديالي مزيان، من بعد ساعتين كندخل ندوش كنستعمل الشامبوان كندير من وراه الديميلور، يعني كيعطيني مفعول 100%. الناس اللي كتعاني من التعلبه سواء رجال سواء نساء، الناس اللي عندها تساقط الشعر الحاد، الناس اللي عندها داك الحبوب كيكون في الراس ديالها، تو تستعملوا شامبوان زوين. وبالنسبه لهذا الشامبوان ما كاينش غير الشامبوان، كاين حتى من الحبه السوداء. الناس اللي عندهم داك التلف في الشعر ديالهم كيكون تساقط، ماشي التساقط، كتكون الشعر ديالهم اللي كتكوني تمشطيفي كيعطيك داك الدقراط على الحوايج ديالك. كاين الشامبوان ديال الحبه السوداء اللي غادي يعالج ليك الشعر ديالك. نبقاو في الشعر البنات، بزاف سوا الناس كيستعملوا كيراتين الشعر ديالهم، ولا كتستعمل بروشير كيكون الشعر ديالها ناشف بزاف، وخاصه شي حاجه اللي تعطيها ثبات للشعر ديالها. يعني انا مادام كنستعمل بروشي كنديرو كنخرج من الصالون كيعرق ليا شعري كيخسر ليا، ما كنلقاش شامبوان. فارماسي فكرت فيه وجبت لك واحد القام اللي زوينه بزاف، واحد القام اللي عليها مفعول 100% اللي هي انا كنسميها المجموعه الذهبيه. لحقاش كتعطيني مفعول 100% وكتعطيني معالجه 100%. جبتها لكم البنات شامبوان ديال الكيراتين اللي هو فيه السيروم فيه الديميلور فيه الشامبوان وفيه سبراي ديال الشعر. هاد المجموعه البنات بغيت نستعمل بروشين وشعري ناشف بزاف، كنغسل شعري مزيان البنات بالشامبوان غير هاهي البنات، والحجم ديالها راه كبير، كونتيتي كبيره البنات ماشي شي حجم صغير. كما كتعرفوا الكيراتين غالي بزاف، وكنلقاو غير الشامبوان ديالهم غاليين في الاسواق وهما الحجم ديالهم صغير. بالعكس فارماسي الشامبوان راه عندك فيه 360 ميل، عندك فيه 360 ميل. كنغسل بالشامبوان مزيان الشعر ديالي، كندير ديميلور، ملي كنخرج من الدوش كنرش شعري بالسبرايت يعني بخاخ ديال الشعر. من بعد الا كنت باغي نستعمل بروشين ما كندير السيروم حتى نصاوب شعري، عاد كندير السيروم، ماكش غادي نستعمل بروشين كاع هادي كندير بالسيروم، وكيخلي لي الشعر ديالي رطب وكيعطي ليك النوع. ما خصوصا الناس اللي كيديروا ليميش راه كيعطي مفعول 100%. بالنسبه بزاف تاع الناس كيسولونا يعني نساء كبار في السن، يعني كاين ليهم شامبوانات زوينين اللي هو شامبوان شعرك عادي ما كيتساقط ما ناشف شعرك عادي. كاين عده شامبوانات بحال ديال الارغان بحال ديال زيت الزيتون بحال ديال الخزامه. وبالنسبه لهاد لي كام راهم متكاملين، راه فيهم البنات الكريم ها هو، وفيهم الغسول، وفيهم الجيل دوش. لاكام هذه راه متكامله وعندها عده انواع، كاينه ديال الخزامه وكاينه ديال زيت الزيتون وكاينه ديال الارغان وكاينه ديال ورده البحر. نوريه لكم البنات، البنات هي ديال زيت الزيتون لاكام، ها هي لاكام ديال الارغان، وبالنسبه للبنات كملنا دابا على الشعر. وكاين عده شامبوانات، كاين ديال الحريقه اللي كيلاق الناس اللي كيعانيو من القشره في الشعر ديالهم، ديال الحريقه الناس اللي عندها القشره في الشعر ديالها بزاف. ونكمل لكم البنات، هادو هما الشواهد ديالنا ديال الشركه ديالنا.